يتعفف زي ما قال المهندس عدلي. ومش بس اللي عمل ده مع واحد من لاعبيه غير المصريين، عشان لما الاهلي بيقدم سلوك وتصرف وقرار في مجتمعه تعرفوا ان هذا النادي اللي انتوا بتحبوه حبه مش من فراغ. اسحاق اول النيجيري لو فاكرينه، لعب في النادي الاهلي في نهايه التسعينات اصيب، وكان زي نفس الظروف في نهايه الموسم ممكن تستغنى عنه او الطبيعي ان انت مش هتسجله. الاهلي بيعالجه وبيستمر في علاجه، فالراجل جاب اسرته واقام في مصر، ما سابش مصر ولا زال بيعمل في الاهلي في تدريب الناشئين. نشوف اسحاق اول في هذا التقرير عن حكايته مع الاهلي والاهلي عمل ايه معاه. في بدايه الموسم 2000 و2001 هي اول سنه بتاع مستر مانويل جوسيه، رحنا معسكر برتغال هناك بلده، كنا قاعدين معسكر عادي، لعبنا اول ماتش عدينا بشكل كويس والحمد لله، كنت ماشي كويس جدا، هو راجل فرحان بيا. فتاني ماتش بنلعب ماتش ودي برضو مع فريق سبورتن براغا برتغالي، في الشوط الاولاني كده تعورت كره، كنت بستلم الكوره بباسي رجلي ثبتت وجسمي بيلف، وقعت كده. دكتور ايهاب كان هو اللي موجود على الفريق الاول، فقال لي ده رباط صليبي، ساعتها كشف عليا في الملعب قال رباط صليبي، لكن برضه قال له هنتاكد نروح نعمل اشعه عشان نتاكد نشوف هل هو رباط صليبي ولا لا. فعلا بعد الماتش رحنا مركز الاشاعات هناك في البرتغال، عملنا اشعه طلعت بعد ساعتين تقريبا، هو شافها وحتى التقرير طلع قال فعلا هو رباط صليبي، اكد عليها. فوقتها قالوا لي لازم عمليه، فقلت لا انا عندي عايز اخد فرصه اسافر نيجيريا اشوف كده ربنا ييسر، عشان عندنا حاجات اعشاب كده بنعملها علاج بالاعشاب، عشان وقتها ما كنتش عارف رباط صليبي يعني ايه. قالوا لي لا دي لازم عمليه، انا اصريت ان لازم اسافر. قالوا لي طيب ماشي انت تسافر ترجع القاهره، وفي كابتن ماهر هناك اداري اللي هو الاداري دلوقتي، عشان كان كابتن عماد معانا هناك في البرتغال، قال لي رتب لك اوراق اللي انت عاوزها تذاكر والكلام ده عشان تسافر، لكن برضه بناكد عليك ان دي محتاجه عمليه عشان ما تضيعش وقت. وانا قلت طيب ماشي، لكن انا عايز برضه اروح عشان نفسيتي تعبانه، عايز اروح اشوف والدي اشوف اهلي، ولو كده ارجع تاني اروح اعمل عمليه. حتى مستر مانويل جوسيه قال لا انت كده بتحرك كده عايز تعطل نفسك، ما عندناش وقت. قلت له معلش انا بس خلاص انا هنا كده كده مش هلعب دلوقتي، لازم اسافر نيجيريا، كانت قافله معايا انا لازم اسافر نيجيريا. قالوا لي ماشي. كان وقت ده وقت الاصابه دي كان اسبوع قبل ماتش ريال مدريد، ويعني سبحان الله قبل الماتش ده كنا قاعدين كل واحد ما بيتكلم هيلعب ضد مين، ده هيلعب ضد مين، ده هيلعب ضد اسمه ايه راؤول، ده ضد فيجو، ده فقاعدين برضه كل بيكلم بقى هنعمل ونساوي. سبحان الله ربنا ما عرضش، وفرجت على الماتش في التلفزيون زي احد، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فبعد كده لما رجعت القاهره قبل الفرقه ما ترجع، رجعت بثلاث ايام قبليهم، جيت لقيت فعلا كابتن ماهر مجهز لي كل تذاكر وحاجه اللي انا محتاجها، رحت سافرت نيجيريا، نزلت ورحت قعدت كده اسبوعين، بروح عند في ناس متخصصين بالاصابات دي، هم بيعالجوها بالاعشاب وتدليك وحاجات. قعدت اسبوعين بشتغل واعمل رجلي، حسيت ان رجلي بقت كويسه مش محتاج قال لي اي عمليه ولا حاجه. لما رجعت هنا قالوا لي ايه الاخبار، قلت له انا كويس كده هنزل الملعب، قالوا لي لا لازم تعمل تيست نشوف، عشان احنا عارفين ده رباط صليبي ده خلاص ما ينفعش من غير عمليه. قلت له انا كويس اعمل له تيست. قعد بقى من تيست يوم يومين ثلاثة، أمور ماشية كويس، أنا فرحان خلاص مش هعمل عملية. حتى كلهم مستغربين إيه ده، زي يعني رباط صليبي من غير عملية ويرجع كل زجزاجات بعملها جومب وكل كلصنا كل حاجة. قعدنا بقى أسبوع بعمل التيستات دي مع كابتن أبو العيلة، أعملها في الجيم أعملها بره في الملعب ما فيش حاجة. سبحان الله يوم كده خلصت بشتغل في الجيم وأنا ماشي
لقيت رجلي عامله تك وانا ماشي لوحدي. قلت بقى خلاص يعني هي دي عمليه بقى مش ما فيهاش كلام. فالحمد لله خرجت رحت للدكتور ايهاب على طول. قلت له خلاص يا دكتور انا مستسلم بقى عمليه. قال لي ليه؟ حكيت له حاسس. قلت له انا ماشي لقيت لفت كده لوحدها ومن وقتها كده مش قادر همشي مش عارف مش قادر ادوس عليها. قال لي ما قلنا لك. قلت له خلاص بقى اللي حصل حصل. فكلمت دكتور ايهاب بلغ كابتن علاء. كان وقتها كان كابتن علاء صادق هو مدير الكوره. راح كلم قال لي خلاص انا جهز لك اوراقك والتاشيرات والكلام ده عشان تسافر. الحمد لله رحت عملت العمليه وقعدت اسبوعين او ثلاث اسابيع ورجعت وكملت العلاج هنا لمده 6 أو 8 أسابيع وسافروني تاني المانيا عشان اروح اتابع مع مركز العلاج الطبيعي هناك في كولن عند بيت كولن المانيا. رجعت تاني قعدت هناك اسبوعين طمنوا عليا امور ماشيه بشكل كويس كل حاجه فمدوني برنامج تاني همشي عليه حد ما هنزل الملعب. النادي الاهلي فضله كبير عليا قوي قوي فعلا اي حاجه بحتاجها من غير ما احتاج من غير ما اقول لو واحد حس بس وانت محتاج حاجه تلاقي واقف جنبك بيساعدك. فوقتها فعلا حسيت هم خايفين عليا اكتر من نفسي. انا بقول لهم انا مش عايز اعمل عمليه هم مصرين. حتى بقول لهم طب ده جسمي وقرار قراري يعني. قالوا لا مش قرارك ده انت لعيب النادي الاهلي لما تبقى مصاب مسؤوليتنا لازم نرجعك زي ما كنت لازم نعالجك لاخر درجه. قلت لهم ماشي لكن برضو وقتها انا سريت برضو في الاول في الاخر لما انا سريت انا هسافر وافقوا لكن هم عارفين لا احنا لازم اعمل العمليه دي. فرحت وجيت وبرضو هم مستنين اصلا هسافر اعمل عمليه. فنادي الاهلي يعتبر بيتنا الكبير بيهتم الصغير قبل الكبير. نادي الاهلي حتى لو ما سافرتش اوروبا تحس انت فعلا بتلعب في مكان كبير يليق بالمستوى الاحتراف. وكل الناس مش في افريقيا بس حتى في اوروبا عارفين نادي الاهلي. فحسيت الناس دي عيله مش اصحاب بس جزء من عيلتي. انا ما عنديش عيله هنا لكن بقوا هم عيلتي. فكل واحد بيحاول يساعدني بيحاول يقف جنبي. حسيت انا بامان. فقلت طب مش هكمل لو ما كملتش في الكوره يبقى استقر هنا وسط الناس دي.